الزولة دي دونا بس يبقوا عليها عندك ظهرت نيمة أنا كل شيء فرحة كل شيء بسسمة وسكو سامينو يمكن تخذ نيمة الجمهورنا نوال فاطة البيضاء يعني الجمهور عشاق عشاقنا تزوري سلام عليكم تزورين نموينا فلاس يمكن ظهرت نيمة ذاكة أرس في عمر بطلزوك يمكن ظهر نسوا عن مقرد رحلة يحاولوا أمكانا ذو كسمون تنتالين نغدى لفاريسيون نيمة كمجة كله يودا مبسقنا فلاس ويال نايلاند دميسمس ثلاث مزيخ تريفيت شلحيت هاي تغيث كله هاي دسمون تمزيخ كله باش ياتو تلايش إيمان أو تسوى اسمك النام إحصاء ديما أتسيو تسيات غاتين أنا مجدري حلا أسفل سلمي أنا نسيب يانو يوكو نغفو المجدد فتاتيني أنا مير أولا سنة سعيدة لكل أمازيغ عبر العالم اليوم كان احتفلوا هنا في الدار البيضاء بالسنة الأمازيغية عيد النين 1969 اللي كتبين على عراقة هذا الشعب الأمازيغي وعلى تقويم ديالو اللي مبني على أسس علمية وأسس تاريخية وهنا في الدار البيضاء اليوم الناس محتفلين وهذا الشيء زوين بزاف والناس حضاريين يعني ما كاين لا اصطدامات لا والو الناس يعني عطاو الأمازيغ الصورة الإيجابية اللي ديما تعطوا سواء في المناطق الحضارية سواء في القرى ديالهم وبالتالي هذا الشيء تيبين على هاد الناس على أنه الأمازيغين عندهم قيم عندهم أخلاق عندهم بزاف حاجات اللي هي إيجابية اللي خاص الدولة تراعي ليها باش هاد الناس يحافظوا على هاد القيم هادو وهاد المناسبة هادي كنتمنى من المسؤولين أنهم يديروا واحد الالتفات لهاد الشعب اللي هما فواد وشعب فواد آخر وسنة سعيدة أمازيغية لكل أمازيغ العالم ولكل الناس في العالم سواء أمازيغ سواء عرب سواء نصارى سواء يعني جميع أنحاء العالم سنة سعيدة نتمنى تكون بخير وعلى خير كنمير السلام عليكم تحياتي للجميع اليوم كنتواجدوا في واحد المهرجان ديال مجموعة جمعيات أمازيغ كيحتفلوا بسنة أمازيغية في هذا المهرجان هذا اللي واخد 3 أيام البارح واليوم ساحة ماروشان اللي هو إنسان جاب مهرجان غزة تبارك الله في شخصيات كاين نظام كاين تبارك الله فقرات الندوات وكاين أحواش وكاين مجموعة ديال الفقرات جميلة إن شاء الله اليوم وغدا إن شاء الله مرحبا وكنتمنى التوفيق للجميع وكل عام وأنتم بخير شكرا كيجي هذا المهرجان هذا باش يعرف السنة الأمازيغية تحت شعار جميعا من أجل إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدة عنها هذا المهرجان هذا كتخلله مجموعة من الفقرات ماشي فقط أمسيات غنائية وإنما فقرات متنوعة جدا بما في ذلك أمسية افتتاحية البارحة على مستوى مركب عبد الله بجنون ندوة حول تدريس اللغة الأمازيغية ووضعيتها كذلك عرض فيلم حول معركة بوغافر تحت اسم الدور لمخرج عبد الله بيدو وفي الختام كتكون أمسيات لكي يكون الغرض منها ليس فقط الغناء أو يعني خلق واحد نوع ديال البهجة وإنما أكثر من ذلك وهو التعريف بالقضية الأمازيغية السلام عليكم مساء الخير مساء أمسية سعيدة أمازيغية بامتياز بمناسبة سنة الأمازيغية الجديدة عيد النيل كتحتفل مجموعة من الجمعيات مع بشراكة مع مجلس المدينة بهذا المهرجان الأول في المغرب وفي قلب الدار البيضاء كنحتفل جميعا مع جميع الأمازيغيين جميع المناطق صراحة كاين فقرات رائعة سواء أمس أو اليوم وكانت تخللها كذلك ندوة وعرض فيلم أمازيغي بدار الثقافة سيدي بليوط وكذلك كان افتتاح الليلة كان أمس بالمركب الثقافي عيشق عبد الله جنون كانت في أطباق شهية
الوطنيه وتعرفنا على جميع التقاليد والطقوس. وكنتمنى لكم سنه امازيغيه سعيده للجميع، وشكرا لكم، شكرا صوت العداله.